وزي كفن تبع الموجة انتبه اشقال صباح النور صباح الجهاز عبد السلام مرحبا الناس اللي يسمعوا نسل فينا يتفرجوا فينا على احلى صباح باي موزايك باش نحكيو على تقريبا اللي كان يحكي فيه سي عبد السلام ولكن من منظور اخر اليوم كيفاش الاعلام يخزر الاعلام العالمي قاعد يحكي علينا ويحكي على الازمه الوبائيه اللي تعيشها تونس كيف كيف برشا شفنا فنانين مع او ضد حمله سيف تونيزيا أنقذوا تونس ولا سوفي تونيزي هذايا الهاشتاج اللي قاعد يدور في الويكاند اللي تعدى الكل باش نبدا بالاعلام وشفنا في فرنسا زادا اليوم باش يكونوا فما برشا اجراءات متعلقه بفرنسا ايمانويل ماكرون باش يتكلم وزادا باش يحكيوا على الحدود نتاعهم هل انه تونس تدخل الليسته الحمراء ولا تقعد في الليسته البرتقالية فقط اللي فما فيها بعض الـ بعض التجديدات فيها كي تمشي غادي مختلف وكي تجي جاي من فرنسا تنشوف واليوم اليوم في النهار شنو يصير بعد في فرنسا باغ تونس نبداو في الاعلام في بي اف ام تي في هكا حكاية على تونس م. والوضعيه الوبائيه La situation est très, extrêmement compliquée en Tunisie. Oui, depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, le hashtag Safe Tunisia accompagné de cette photo, regardez, est abondamment partagé. Les Tunisiens appellent à l'aide alors que le pays est à nouveau submergé. Regardez la courbe des contaminations verticales depuis ah la fin du mois de juin. Ça fait penser à ce qu'on a pu voir au Brésil, au mois de mars ou en Inde. Il y a encore quelques semaines, le pic devrait être atteint. Dans deux semaines, mardi, la Tunisie a enregistré 10 000 nouveaux cas, Chiffres à rapporter au nombre de, de personnes qui vivent, à, au, à la population, environ 12 millions de personnes. Le nombre des hospitalisations explose dans un pays qui n'a ni les moyens humains, ni le matériel. Image ici d'un hôpital de campagne dans la région pauvre de Kerouane. C'est à une cinquantaine de kilomètres de Sousse. Le problème, c'est que la campagne de vaccination là-bas est encore très lente. Plus de 3 millions de personnes inscrites, seulement 600 000 vaccinées. Les autorités n'ont d'autre choix que de mettre en place de nouvelles restrictions. Le Tunis est confiné. C'est également le cas de 6 régions. Interdiction. De se déplacer entre les régions, mais ce n'est pas assez pour une partie de la population et des médecins qui appellent à un confinement général. <més> <més> كل التصريحات السلبية من عند المسؤولين واللجان العلمية بعد كي جيت تسمعها فقط ثم نقطة ماش دقيقة قالتها أنه 600 ألف لقوا لا 600 ألف أتموا التلقيح بينما التلقيح المستعمل زملين وشوية وبعض عشر فهي بالعكس اطلاع دقيق على اللي صاير في البلاد وبالطبع هو الخبر انه باش تشوف الوضعيه النقديه السلبيه الموجوده في تونس لو كان سمعنا مدام نصاف بن علي لو كان تذكروا في هذا الكرسي وقالت قالت نفس الكلام قالت المنظومه الصحيه قعدت خبيرة في الشؤون الصحيه قالت نفس الكلام وانا اللي قالني انه بعد نخرج بلاغ باش سامحني باش نكذبوا لك دكتور نصاف أي خطر مش, مش تأثير دولي اي ما مش باش ندافعوا اليوم سامحني ما قبل دكتور نصاف برشا طب تعداو معنا لا مو فرق لا فرق خاطر نطقه رسميه لازم باش نغطيو عند الشمس بالغربه اليوم ما انه كلامهم طابق ما تكلم ال معناها قوتهم سي عبد السلام في دقيقتين لخصت حال بلادنا فيها حال بلاد حطتنا في كريم بالضبط لا لي لا في دقيقتين من دقيقتين لا لا والتنسيب ريت معناتها راهو انه هذا بالنسبه للسكان وراهو خطر هذا مقارنه بالموج الاولى في البرازيل في البرازيل في والبيك نتاعنا بعد جمعتين تقول لا عملنا مؤتمر ممكن فما واحده اخرى ظلمتنا اللي هي مراسله نتاع فرونس انتيغ اللي سي عبد جديد دكتور في معهد الصحافه علوم الاخبار البارحه عمل فيديو يقوم فيها برشا يقول مش معقول انت كي باش على الوضع الصحي تاخذ واحد كورومبو من الناس اللي بيع في الفروشات اللي هو يتنجم تكون مهما كانت حالتنا في تونس لكن هي حاله معزوله ما نجموش نعموها وتعمل انت في بطريقه بطريقة هيك. مدموازيل ميرسيي كيت كوريسبوندانت في تونس، مالوريزمون كي نسا با فير سون ترافاي، اي نوفي با سون ترافاي دو جورناليست، باسكو نورمالمون، ان جورناليست رابورت لي في. tel quel et ne cherche pas le buzz. Mademoiselle Mercier, tout ce qu'elle a fait, c'est, elle s'est contentée de rencontrer quelqu'un, un Tunisien qui a eu des problèmes d'hébergement d'un malade et un contact avec un, un gardien, un simple gardien malhonnête qui trafiquait. Il négociait un lit quelque part moyennant 250 dinars. Il va falloir que je vous dise, Mademoiselle Mercier, que ce n'est pas un travail de journaliste et certainement pas pour une radio que je connais très bien, à savoir France Inter, qui est une radio sérieuse. Je ne veux pas dire que si on a un problème, grâce à l'irresponsabilité de nos responsables, nous avons un grave problème. Mais pas à ce point. Deuxièmement, j'aurais aimé que vous parliez avec le personnel traitant qui travaille d'arrache-pied. فوالا دونك هذا كان في لوم على المراسله نتاع برونس إنتر اللي خذات من حاله وحده وكانها عمتها على تونس الكل هذا نقد اكاديمي لعمل ميداني والعمل الميداني هو عمل لحاله بذاته والعمل الميداني هو عمل من زاويه فبالتالي ما نجمش نتحدث نحكم على كلامها هي ولا في بالي حاله بتاع ريانا نحكيو خاطر سمعت عليها لكن ما قريتش التفصيل وما ما سمعتش لـ 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 الموضوع كامل عندها هي والا التعليق بتاعه نجم راهو نتحدث باش نعرف حاله نتاع البلاد ناخذ زوايا موجوده فيها والزوايا هذيك راي تعمم وقابله للتعميم معناتها نختلف معاه في هذه النقطه بي. تو كملنا من هنا <applause> يعني ان شاء الله محني... ان شاء الله يتم فتح تحقيق في الحكايه هذه باش حتى ولو كانت حاله حاله هذيك آه باش نشوفوا البلاد كلها شنو اللي فيها آه هذا الاعلام كيفاش يخزر لنا شفنا في فرنسا باش نمشيو المعونات للمعونات وسمعنا برشا دول عاونت تونس بعد ما رئيس الجمهوريه كان توجه لعدد واتصل بعدد من قاده الدول وصلوا قبل ما يتصل وصلوا من قبل قال كما الامارات شفنا مصر زاده سامحني الامارات نسيت معلومه باش نقولها مهم اللي هي بتعطينا سينوفارم اللي هو مصنوع في في, في الامارات التلقيح 500 الصيني جرب. 500 الف التلقيح الصيني المعاد تصنيعه في الامارات كيما 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 سينوفاك هذا تو نسالوا عليه لا 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 <applause> معلومه دقيقه معناتها هو من ال 500 الف جرعه من التلقيح الصيني المصنع بالامارات العربيه المتحده داكور. معلومة باش نمشيو للجزائر شفنا وزير الصحه الجزائري سي عبد الرحمن بوزيد الب... البارح كان يحكي على الاعانات باش تعملهم الجزائر تونس وحكى على العلاقات بين تونس والجزائر تبين احنا الحدود ناتجه على حدود الاستعمار واحنا في عاداتنا وفي تقليدنا وفي ديننا وفي كلش جارك تاكل جيعان توكلوا معاك اذا واش عندنا نقسموا ننتظر تعليمات إحنا نعاونوا تونس ورايحين نعاونوا تونس وعاوننا تونس وبالنسبه لنا تونس والجزائر كيف كيف, كيف. هذا وزير الصحه الجزائري قال تونس والجزائر كيف كيف الجار قبل الدار كما يقول المثل كولي. لا هو من حيث المواقف المبدئيه ما نجموش حتى حد يزيد على خيانه الجزائريين لكن هو بيدهم راهو الان في ازمه نعرف أن الوضع هذا ثم إجراءات جديدة موجودة فيها منع أعراس تجديد الإجراءات السابقة غيره أعطاه بما يلزم سواء كان تجاريا أو أي مساعدات أي في ما نجمش نطلب أكثر من هكذا يعني. كنا نهار الجمعة كانت تفكر جهين هوني حكينا على ليبيا ونطق باسم الحكومة الليبية لوقت اللي أحكي على غلق الحدود بين تونس وليبيا بسبب الحالة الوبائية اللي تعيشها م. تونس فما واحد من الإعلاميين في قناة 218 الليبية كان البارح لام على الحكومة نتاعو وقال راهو في العشر سنين اللي تعداو الدولة الوحيدة في العالم اللي وقفت مع ليبيا هي تونس في العشر سنوات صارت لنا مشاكل واجد في ليبيا زي, زي ما الجميع يعرف وضعنا يعني في العشر سنوات كان وضع كارثي على كل المستويات الدولة الوحيدة والشعب الوحيد اللي تفهم الحالة الليبية في خلال عشر سنوات بكل وضوح كانت تونس تونس الدولة الوحيدة اللي تفهمت ليبيا وتفهمت اللي نحن نمر به وتفهمتها لأبعد حد يعني كان عندنا إرهابيين ورغم ذلك تونس تحديدا فتح أبوابها وفتح مستشفياتها وفتحين بيوتهم للشعب الليبي وللسياسيين الليبيين، لماذا؟ لان تونس يعني ما تونس يعرفوا ليبيا كويس، وعارفين ان 90% من الليبيين ما همش بتاعين مشاكل ولا بتاعين قصص وغير حاملين للسلاح ويحبوا الحياه ويبوا يعيشوا، وعارفين عصبيتنا وشخصيتنا وقصصنا يعني متفهمين لابعد حد. فلذلك تونس في تلك المرحله لم ترى ليبيا مصدر للتهديد الارهابي لأنها هي عارفه الليبيين كويس، في تلك الفتره العالم كله سكر علينا. الحاجه الاخرى نحن تعرضنا لحصار لو يتذكر الجميع وما زال قائم هذا الحصار، حصار اسمه حصار التاشيرات. ما فيش دوله تعطيك تاشيره دون استثناء ما تقدرش تخش ولا دوله في مرحله معينه ما فيش الا تونس ولا بد الاعتراف بالجميل راهو هذا شيء مهم جدا ولابد بد ان الواحد يظهر رغبه في رد الجميل لابد اذا انت ما وقفتش مع تونس في هالماساه وفي هالمصيبه ام تبي توقف معاهم والناس فتح الابواب في عشر سنوات كلامو معقول برشا شفنا برشا فين حكاو عليه هو خاصة اللي شفناه الـ الـ الهارين هذوما في راس جدير انه لا دخول ليبيين اللي يرجعوا لبلادهم حتى ولو الليبيين بيمشي يرجعوا أيه. لبلادهم ما يدخلوش ولا التونسيين صار البارح شويه انفراج هكا بعد حوارات ماراثونيه ولا غيره صحيح انهم عندهم موقف سيادي ولكن في الموقف السيادي ثم هامش تحرك تراعي فيه الوعيات الانسانيه تراعي فيه البعد هذا التاريخي والبعد اللي, اللي يلزم يبقى ديما متى موجود بين الدولتين ولكن لو كان ليبيا اخذت ما تقرر عكسي مش لو لقينا اخ ليبي فقط يتكلم بالايجابي لو لقينا 10000 يحكيوا بالسلبي معناتها فرق ما بين كلام حكومه مضطره باش قرارات لانه احنا بيدنا قاعدين ناخذوا في قرارات تجديد في روحنا كيفاش نرفضوا من الناس الاخرين ياخذوا قرارات تاع تجديد احنا بيد تو الناس جايين من الخارج ولا غير نقولوا علاش ما ناخذوش اجراءات كبيره عادي 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 ما خوفش اللي كانت وقت اللي كانت الدنيا كل مسكرة على العالم الكل كانت ليبيا محلوله من غير بيسيغ يدخلوا ويقال و... انه برشا سلالات دخلونا من, من من ما على شعبهم هذاك القرار هو سيادي بالنسبه له هو موقف مشرف فهمتني ولكن لازم شويه مرونه في تطبيق هذا القرار لانه ثماسيه هم الليبيين اح في حد ذاتهم فهمت تقول لي ابقى غاديك وتو في لوتيل وما تجي ما ترتاح فيه شويه نمشي لمصر شفنا مساعدات زاد جات من جمهورية مصر العربية وشفنا زاد في لي غيزو من من بعض المصريين يقول لك احنا أولى وعلاش بلادنا تعطي في مساعدات واحنا بلادنا مستحقة هذاك علي جاوبهم الإعلامي عامر عامر أديب مم. في في البرنامج نتاعو. كو شايفين هذه هي المعونات اللي رايحة لتونس، تونس عندها كان في يوم واحد 190 حالة وفاة انهيار في المنظومة الصحية لتونس كل الناس بصل للموضوع من الزاوية دي اسمحوا لي أبصله من زاوية تانية وأقول كمواطن مصري إن دي أقل حاجة نعملها لتونس جنب الموقف المحترم اللي عملوه معانا في مجلس الأمن تونس هي الدولة الأفريقية الوحيدة اللي وقفت جنبك في مجلس الأمن وعلى فكرة دايما كنا نقول إيه مصر ليست تونس اليوم مصر هي تونس وتونس هي مصر هذا كأنها رد جميل على قرار سياسي هذا واضح ذكرش الوقت صارت الاتصال ما بين الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسنا ورئيس مصر في البلاغ مثلا مش في مساعدة بكل في تحط على مجلس الامن من غدوه وجدت المساعدات ما الربط بالنسبه لنا واضح جدا واضح بما لا يدع اي مجال للشك ونرجع نحكي على الفنانين جيهان شفنا مثلا وناس المعروفين كورجيرينا زهير بيع في الغربي درة زروق يقولوا ساعدوا تونس تونس اليوم تستغيث فما شخصية أخرين يقول لك لا ما نحبش بلادي تطلب المعونه من اي دوله اخرى وهذه مش معقول وإحنا تونس ما هكا شفنا زيدا الفنانه التونسيه لطيفه العرفاوي اللي كانت دخلت جوستمون مع عامر اديب وحكيت وشكرت مصر على المعونات. بقى انا محزني كمواطنه تونسيه وبالذات انا مش داخل بلد انا بره فموجوعه اكثر كان لازم يبقى في اه 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 احترازات كان لازم يتعمل حساب هذه الكارثه على العموم مصر من على... السنه اللي فاتت يا عمرو واحنا اول ما قالوا كورونا المستشفيات الميدانيه في كل حته الجيش نزل وعمل مستشفيات ميدانيه في كل حته طب وبعدين احنا ليه نسيب نفسينا كده ليه تونس الوضع مصر يوصل مصر بجانبكم ربنا يحفظكم يا عمرو وشكرا لمصر مره ثانيه الف الف شكر دونك هذه عندي سؤال أيش... المذيع تونسي والفنانه مصريه هو يحكي عن تقريبا يعني حسيت المذيع مصري وتونسي والفنانه تونسي لا اما انا حسيت لا ما حسيت خاطر لطيفه عايشه في مصر وشايفه كيفاش بلاد في سمحني هذا اللي نحكيه على منظومه استباقيه سي عبد اللي احنا حياتنا كل واحنا كل ما يجينا حد هوني في بلاتون ناخذوه مسؤول يقول لك احنا استبقنا وس... وفي الاصل ما استبقنا حتى شيء وين... نقص في التلقيح ايه ما جبناش وقت العباد خذوا كما احنا نقولوا في الدار نعبي ايه ايه تركني ايه احنا تونس قاعده هذا كله صحيح وانا ك هي باعتبارها فنانه كنت نرجو تعملوا مبادرات فنيه ووطنيه وكذا والناس على الميسورين يعاونوا والله كله لا لا فأنا كلهم يتكلمون كلهم كل 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 لي. على ليزو وانستغرام وكل واحد كل واحد كل واحد يعمل اللي عليه سهل باش نقول هذاك به وذاك عليه وذاك شوف تو تقول لك هاي المانيا استبقت وفرنسا استبقت وايطاليا استبقت هاي فرنسا باش تعاود ترجع ما استبقتش ما ثم وباء عالمي فبالتالي باش نقول هذاك وعلي عليه سه سهل اي لا اما فرنسا رجعت نفسه ما نجموش نقارن تونس انا بفرنسا انا لا رأي 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 مش جيك أي لا باش تجيك موجه اي باش ها اي باش تجيك لا فرنسا تقول ما هو الاستباق ولا لا مم. هي هي قالت شبينا احنا ما استبقناش واضح ولا فرنسا هي سبقتها رجعت لها امريكا هي سبقتها هاي رجعت لها ترجع مش ما ترجعش ما قلتش فيها هي معناتها كيف تتكلم كيف تتكلم سهل تقول ولا عليه انت قول انا شو عملت ورينا شو عملت وكيف تورينا نعطيوك أنت تحيه وتحيه مضاعفه انا 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 نلوم على الحكومه اش تعمل احنا ناس نجم نجم مش انا نتكلم وهي تتكلم نتكلم مش فقط ما خلينا فيها حتى شيء احنا نعلقوا تو على لطيفه مش على الحكومه انا جست نحب نقول انت تحكي على الاستباق الجيني لي وقت اللي بدات الموجه نتاع الكورونا عملنا برشا استباق وسكرنا قبل الدول الكل وعملنا وقتها الدنيا تسكرت بالقدا وعملوا شويه مستشفيات ميدانيه في مارس وافريل وماي 2020 وقتها خرجوا قالوا لا احنا اكتشفنا اللي احنا محميين طبيعيا والتلقيح نتاعنا وقالوها

تو طيب انا حتى لي مواطن اي لا لا <applause> <ليه تصفيق> <ليه تصفيق> انا كمواطن تونسي بلسان <applause> مواطن تونسي اليوم اي مواطن تونسي عايش يشوف حتى اخوه عايش في يقول صح يولي مغير ما غير ما يشعر توا هو يعشق قوه عظمى ما يتقرنش بتونس لكن تولي تسمح وإحنا وإحنا نعقلن الخطاب وإحنا نعقلن الخطاب ونقولوا الخطأ انه في فرنسا ماتوا 127 من الف خاطر و... العقلنه الخطاب معناتها 127 الف اللي هو كان نسبه وفيات <applause> منذ <applause> بدات <applause> اكثر منا احنا بالنسبه للمليون ساكن فرنسا وايطاليا واسبانيا وامريكا كلهم اكثر من نحكي بالنسبة للوفاة أرى مش في عدد هذه نسبة الوفيات لعدد السكان هم كلهم أكثر من لكن السباقية لكن أحنا, احنا في المرتبة الأولى أحنا اليوم تقريبا في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد السكان ولكن اللي صار الأصل فيه ما يصيرش والتقصير موجود كبير فقط يلزم النسبة الحديث انت معاه انه سامحني في الاخر انت معاه سي عبد السلام اليوم نطلبوا هال هالنجده هذه اللي قاعدين نطلبوا فيها شوف التضامن الدولي حاجه مطلوبه ياسر والدليل طلبنا احنا وقت في منظومه كوفاكس باش يعطيونا جزء بلاس احنا داخلين فيه واضح وقت يهز رئيس الدوله تليفون الامارات ولا تليفون السعوديه ولا تليفون تركيا ولا تليفون مصر ولا غيره هو احنا طلبناها عمليا اما مش رئيس الدوله باش يقول بجاه ربي معناتها الاسلوب اللي عمله نتاع لبنان يلم السفراء يقول ما اعطيونا اما توك كشكل تو تلاحظ الجمهوريه في البيانات وتجسيدا لاهتمامه بالكذا وكذا فقد اتصل ما تقعد يعمل فيها عملناها ديجا ]Mm. هذا هو انتم تعطينا رايكم زيدا مع ولا ضد الحمله هذه نتاع سيف تونسيا انتبه قال